يعني في عام 2003 دخلت الولايات المتحدة هي كما يقولون أسلحة الدمار الشامل، لكن هنالك معطيات كثيرة استراتيجية أعطت للولايات المتحدة بأن تجعل العراق جزءا لا يتجزأ من السياسة الاستراتيجية للولايات المتحدة بعد 20 أو بعد 50 سنة أو بعد 100 سنة، لأن هم بالاتفاقية الأمنية ويا العراق أن هم مأجرين القواعد العسكرية لمدة 99 سنة. نعم هذا موجود وخلي طلعوها الاتفاقية الأمنية، وأنا يمكن شارها في عدة لقاءات وفي عدة قلت أن الولايات المتحدة مؤجرة للقواعد العسكرية الأمريكية لمدة 99 سنة. سؤال هنا يعني معناها الأمريكان ما يطلعون؟ لا ما يطلعون.